كالعادة زي ما كنا بنتعلم في خط النسخ، في مجموعة من الحركات الأولية ينبغي أن احنا ندرسها، وفي نفس الوقت نستطيع أن نكون من هذه الحركات الأولية حروف، وبالتالي من الحروف نكون جمل وهكذا. هنبتدي الأول بطريقة مسك القلم. لو رجعنا إلى طريقة مسك خط النسخ، قلنا السبابة والإبهام يمسكان القلم هكذا مرتكزا على الوسطى، جسم القلم يكاد يكون على سنه بميل بسيط جدا، وميزانه 4 نقاط وقد يكون 5 نقاط حسب نوع الورق والتصميم إلى آخره. في نفس الوقت هندرس دلوقتي كيفية مسك القلم في الرقعة. الفرق في زاوية ميل القلم، لو كان القلم يمسك كما لو كان على سنه في النسق فنميل جهة اليسار من أعلى وجهة اليسار اليمين من أعلى هكذا، ونبدأ نكتب حركة الألف. حركة الألف بطبيعة الحال زاوية ميل من فوق بتبقى أقوى من زاوية ميل النسخ، وهذا الألف أو الحركة الرأسية طولها 3 نقاط من القلم الذي تكتب به، في حين قلنا ميزان حرف النسخ كان 4 أو 5 نقاط ويكاد يكون على سنه. نذكركم به، هذا هو ألف النسخ وميزانه 1 2 3 4 وقد يكون 5 في أحيان أخرى حسب التصميم وحسب طريقة الكتابة. الحركة الثانية حركة دورانية بسيطة برضو مقاسها 1.5، وهنبحث دلوقتي كيفية استغلال هذه الحركة. يمكن أن نستغلها في رسم حرف الدال، الجزء ده 1.5 وجزء ده 2، وبالتالي أقدر أطور هذه الدال أهو مرة أخرى وأكمل بها الحركة بالشكل هذا، ثم أضم رقم 1 و2 عشان تديني حرف الباء، ثم في تقاعر هنا 0.5، والمسافة دي هي طول الألف بالضبط 3 نقاط 1 2 3. ننتقل بعد ذلك إلى استغلال هذه الحركة اللي هي 1.5 تقريبا، وأقول إنها إحدى أجزاء حرف أهو نكتشفه النون، يبقى دي 1 زائد 2 يبقى قدرت أكتب حرف النون بإضافة هذه النقطة في المنتصف، دي 1.5 وهذه نقطة. إذن قدرنا نستغل حركة واحدة في كتابة حرف الدال وفي كتابة حرف الباء وفي كتابة حرف النون، متدرجين كده كويس. طيب نيجي لحركة دورانية رأس، هذه الرأس هكرر، هذه الرأس أكررها واحدة ثانية. خد بالك من طريقة رسم الرأس، دوران وأنت في نفس المكان. لو تعدينا دي ورسمنا الراء وأخذنا 1 مع 2، هذه 1 ودي 2 اللي هي الراء، يبقى رسمت الواو. طيب رسمت جزء الباء الثاني
واخذ دي 2 مع دي 1 يبقى 1 دي مع 2 دي، هرسم حرف الباء الفاء اهو 1 اهو 2، وبرضو ميزان حرف الفاء 3 نقاط، والتقاعر 1 نص نقطة. نفس الكلام هاخد نفس الرأس هذه واجيب الجزء الثاني من النون اهو، ولكن بتقنية معينة اهو بالشكل ده، في سقوط هنا حركة كده 1 2، وهذا هذه الحركة بمثابة النقطتين بتوع القاف. طيب ننتقل بعد ذلك إلى استخدام حرف الألف نفسه. هعمل ألف طولها نقطتين فقط، ثم راء طويلة بالشكل ده أكبر من الراء العادية، لو قلنا هذه الراء 3 نقاط هنقول هذه 4 نقاط. ثم ألف قاعدية طولها 3 نقاط زي الألف هذه، 1 2 3، وهذه نقطتين فقط، وأعمل خط أفقي كده إن الألف التانية دي أطول قليلا، وهنا السقوط ده نقطة والفراغ ده نقطة. أعمل الألف مرة أخرى نقطتين، حرف راء طويلة، ألف، نيجي الحركة هنستغل حرف الدال دي ولكن بالمقلوب كده، رسمتها بالمقلوب دي دال مقلوبة، ثم هذا الجسم هقول 1 مع 2، أجمع 1 مع 2 يبقى 1 2، ولف لفة بسيطة كده، ثم أخد الحركة رقم 2، وكده نكون رسمنا حرف الحاء. يبقى الدوران بتاعي 1 2، ثم الجسم 3 4. لو جيت بصيت للجسم ده هرسمه بالمقلوب كده اهو، هلاقي حرف الباء. يبقى حرف الباء ايضا بس بالمقلوب دخل في رسم حاء وخاء وما في حكمها يعني. نيجي لرسم العين. عندي رقم 2 اهو، 1 ده رقم 2 رقعة، في رقم 2 نسخ، خلينا في الرقعة، زائد الحركة نفسها اللي هو الجسم، هقول دي 1 و2، هجمع حركة 1 مع الحركة 2، هكون رسمت حرف العين. لو بحثت المسافة ما بين الرأس والجسم هلاقيها نص نقطة، المسافة أو نقول الميزان أصح 3 نقاط في هذا الفراغ.